يعني سريعا كده، انا شايف لو الزمالك ما يكسبش النهارده يعني هتكسب الاهلي امتى مع كولر؟ يعني مع الغيابات المؤثره دي بالظبط. كلها، لو ما كسبتش النهارده هتكسب الاهلي امتى؟ ولازم تستغل الاندفاع، الدفعه المعنويه الكويسه للزمالك الفتره الاخيره. اتوقع وفقا للمجريات الاخيره، طبعا المباراه خارج التوقعات طبعا حاجه اساسيه، ولكن بالنسبه للمعطيات اللي قدامنا الزمالك اقرب للفوز، ممكن يكسب 3-1 2-1 في الرينج ده، او المباراه تنتهي تعادل. لكن فوز الاهلي هتبقى صعبه شويه، لان الاهلي اتوقع حلول ممكن هجوميه الماتش يبقى تبقى فيه، خايفه. ممكن يبقى في الماتش ده فيه جوان كتير. ما لا ما يعني ما توقعش في الزمالك بالذات هيبقى عنده نص الملعب، اتوقع 3-1. حذر يعني، هو مش هيطلع تعادل سلبي، صعبه جدا تعادل ممكن سلبي، يبقى يعني تعادل الفريقين ايجابي مش يعني. الفريقين اللي بيدافعوا او ما عندهمش الدفاع الكويس. يعني شفنا طبعا زي ما اتكلمت بالظبط. عن رامي ربيع، عند الزمالك برضو عنده محمد عواد، اخطاء طبعا كبيره جدا. فلا يعني صعبه جدا الماتش يخلص تعادل سلبي او ما نشوفش اهداف. اتوقع الزمالك يكسب 3-1 او 2-1.